هذه الصلاة التي أهملت وضيعت تحدثت عنها مرارا، وسأتحدث عن شيء من عظائم وفضائل هذه الصلاة في القرآن لتعلم عظمة هذه الصلاة في كلام ربك، لعل القلوب تنتفع وتعتبر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذه جميع الصلوات، صلاة الفجر القراءة فيها وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهد الملائكة صلاة الفجر، وأيضا كما قال بعض المفسرين وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذا حث على تكثير الجماعة في المساجد.